أحداث 7 أيام في 24 ساعة، هيعرف آخر ما توصل إليه الشيخ كشك من آراء ووجهات نظر، هيعرف برضو أمور دينه، وكان رجل عالما وفقيها جليلا ودارسا للقرآن الكريم ومفسرا له، فياخد الدين وياخد السياسة وياخد المتعة وياخد خفة الدم وياخد المخاطرة إن احتمال يطلع من الصلاة على البوكس على الشرطة مباشرة. فكان كل أشكال الإثارة موجودة في مسجد الشيخ الجليل عبد الحميد كشك. لما يهين الله أمة يكتب عليها الصغار، فقال عليه الصلاة والسلام: جعل الذل والصغار على من خالف أمري. بالتالي من أهل الصغار؟ المخالفون، المبدلون، المحدثون، أهل البدعة، هؤلاء هم أهل الصغار. أنا حجة الخدمة بورقيبة ورؤية بورقيبة. هو اتكلم عن بورقيبة انه كان حل ان المرأة ترث مثل الرجل، وحرم الزواج التعدد، فهاجموا قالوا ده مخالف للشرع وانت كده تناقض شرع الله. ما ياخدوش من الاسلام الا واطيعوا الله واولي الامر، اطيعوا اولي الامر. طب ما تشوف اطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول. اشمعنى دي؟ يعني اشمعنى دي اللي باينه قوي عندك؟ اشمعنى دي اللي باينه عندك ليه؟ في يوم من الايام حصل اقدر اقول خلاف فيما طلبته سيدة مصر الاولى وقتها جيهان منه، كنوع عاوزة نوع من التأييد لما توده من قانون الأحوال الشخصية. كما ترى قانون الأحوال الشخصية كانت مصرة السيدة جنى لا تمرروا بأي طريقة، واتفقت مع بعض عضوات في مجلس الشعب وأعضاء، وأصر الشعراوي قال لا يمكن لأن ده مخالف للشريعة الإسلامية. السادات قال له أمال حينما يقال أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر يبقى هو طبعا. فقال له، رد عليه أو علق: إلا في معصية الله. والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله، السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل. زيارة للقدس واتفاق سلام منفرد مع العدو الصهيوني خطوة أثارت عاصفة استنكار عربيا وإسلاميا. في 2 سبتمبر وبعد مرور عدة أيام صدرت الأوامر باعتقال عبد الحميد كشك ضمن سلسلة كبيرة من الاعتقالات شملت أكثر من 1500 شخصية سياسية ودينية. نسمع نصير فتنة ولسنا نصير ضجة، كما جاء في السؤال 2، هل تقصد من خطبتك الإثارة؟ افهم ما تشاء. وأخذ المحقق يعترض على كل شيء في الخطبة، فقلت له: قل لي بربك ماذا أقول؟ قال لي: إذا صعدت المنبر فقل قل هو الله أحد، وإذا قلت قل هو الله أحد فسيكتب كاتب التقرير إنه يعمل ضد الوحدة الوطنية، لأنه يعلم أن هناك نصارى يقولون الأب والابن ورب الكل. مسائل محيرة، هل أنا حرامي؟ تاجر مخدرات؟ أجلس على الخمارات؟ أهرب أموال البلد؟ أم ماذا؟ في 5 سبتمبر وعندما وصل التوتر إلى درجة الغليان خرج السادات غاضبا في مجلس الشعب ليبرر حملة الاعتقالات الأخيرة بخطاب شديد اللهجة. قررنا أولا حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استخدام أو استغلال دور العبادة لهذا الغرض أو في المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن. فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. 2،
التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو حبذوا أو استغلوا على أي صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن. ورغم ذاك الاستهجان إلا أن الشعراوي بدا في وقتها صامتا أو راضيا، فلم يصدر عنه ما اعتبر وقتها تأييدا أو معارضة. يدعو إلى إيمانية معينة وإلى صوت الحق وعودة الحق الفلسطيني إلى أهله والقدس ومكانة القدس، كل دي حاجات طبعا لا تسعد المتطرف الإسرائيلي. إلى حد أن إسرائيل طلبت رسمي من السادات أن يوقف تسجيلات الشيخ شعراوي، خاصة لأنه بيعرض باليهود في سورة البقرة والإسراء والحاجات دي. وراح الكلام ده عند التلفزيون من وراء السادات ونفذوه ومنعوا التسجيلات، لغاية ما عثمان أحمد عثمان راح للسادات وقال ورجعوا تاني. فوق الشيخ بالرئيس السادات رحمه الله بيقول له الشيخ شعراوي انت حاطط كرسي جنب الباب في الوزارة ما بتقعدش على كرسي المكتب؟ قال له ايوه صحيح. مين اللي بلغ؟ قال له بلغوني. ليه؟ قال له عشان لما تحبوا تطردوني يبقى الباب قريب. ما حرحموا ابدا بالقانون، ما حرحموا ابدا بالقانون. طبعا السادات شتم الشيخ المحلاوي وربنا يبارك في عمره ويحفظه، وقال عليه كلمة خطيرة جدا، قال انه مرمي زي الكلب في السجن. في شيخ جامع في اسكندرية بيتعرض لي انا شخصيا وعلي، بيقولوا له قولوا ما تخافش وحنقعدك على المنبر ولا توقفك الحكومة، او مرمي في السجن زي الكلب. والله في هذا بالذات وفيما سبق واللي جاي ما حرحموا ابدا بالقانون أبداً. مرمي في السجن زي الكلب. فانتفض الشيخ شعراوي وقام من فوره إلى سماعة التليفون وطلب مكتب التلغراف وقال له خذ مني البرقية دي. السيد الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، إن الأزهر الشريف لا يخرج كلابا ولكنه يخرج دعاة أفاضل وعلماء أجلاء. كان كلمة أبدا دي الأبد مفروض يعني نهاية الظهر، كان أبد بيع شهر واحد. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. كان يتمنى ألا يحدث موضوع قتل السادات، كان يبقى الموضوع بالمشاورة والمحاورة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. نظام مبارك أفرج عن الشيخ عبد الحميد كشك بعد اعتقاله في اعتقالات سبتمبر 81، وقتها تعامل مبارك مع وكأنه له أفضل على كل من أفرج عنهم، وتم إجبار الشيخ عبد الحميد كشك أن يلازم منزله. الشيخ كشك لم يرتقي المنابر من بعد فترة سجنه في 81 إلا في بعض المناسبات أو بعض الجنائز أو بعض المناسبات الدينية، ربما أشهرها خطبته في جنازة المرحوم عمر التلمساني. اسألوا التاريخ عن فاروق، اسألوا التاريخ عن عبد الناصر، اسألوا التاريخ عن السادات، اسألوا التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب، اسألوا التاريخ عنهم، أين هم الآن؟
أين هم الآن؟ البقاء للواحد القهار، البقاء لله واحد. أكثر من 2000 خطبة مسجلة انتشرت في العالم كله، وأكثر من 100 كتاب وسيرة ذاتية مليئة بالأحداث المثيرة للجدل، هي حصيلة ما ترك عبد الحميد كشك. يا نساء المسلمين في كل مكان، لا تسيروا وراء تعاليم قاسم أمين، إنما سيروا وراء تعاليم أبي القاسم الأمين. اللهم إنك تعلم علم اليقين أنه قضى حياته في سجن يوسف، ما دخل مجرما وما دخل جانيا، إنما قضى أكثر من 20 عاما في زنزانة ضيقة. اللهم أبدله من هذه الزنزانة. الله يعلم أن قد أكرمني الله بفقد البصر حتى لا أرى وجوه الظالمين، حتى لا أرى وجوه الظالمين. تحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو حبذوا أو تعمل ما شئت، الدولة التي تعمل ما شئت، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. من موقف الشيخ كشك تجاه الرئيس حسني مبارك، لأنه هو هاجم الرئيس عبد الناصر، هاجم الرئيس السادات، إلا إن موقفه من الرئيس مبارك مش مفهوم. لا نعرف كثيراً رأي الشيخ كشك في حسني مبارك. سألت السؤال ده وأنا معه في البيت رحمة الله عليه، بقول له إيه رأي حضرتك في جمال عبد الناصر وحسني مبارك؟ قال لي جمال عبد الناصر كان يشنق الناس بمشانق من حديد، أما حسني مبارك يشنق الناس بمشانق من حرير، والحرير أشد ألما من الحديد، يمكن الحديد بيموت على طول، إنما الحرير بيموت بالبطيء. وقال لي هذا ديكتاتور وهذا ديكتاتور. في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر لعام 1996 توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته بدأ يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد. بدأ الصلاة، وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وكأنه يوافق القدر المحتوم، يلبي نداءه أن يختم حياته وهو بين يدي ربه، وقد أوشكت أن تفارق روحه ذلك الجسد المتعب، كأنه يقول للناس أرحتكم من مشقة نقلي إلى المسجد، هلموا فصلوا علي. عندها صعدت روحه إلى السماء. أعطوا الله قائلة أحجني إماما وامسني إماما واحصاني وأنا ساجد بين يديك يا رب العالمين. سبحان الله، يعني شيء يعني غير عادي، وشيء يعني الإنسان مهما حاول يوصف أو يعني يحكي مشاعره أو يوصف أحاسيسه مش مستحيل. إنه الإنسان يتمنى على الله إنه يقبض ساجد يوم جمعة، هذا أمر، لكن رحمة الله عليه كأن الله يكافئه في مفارقته الدنيا. عندما يموت الرجل ساجدا بين يدي الله فإن المرأة يحشر على ما مات عليه كما قال. أما قضية الخاصة فإنني أسأل الله ألا يقبضني حتى أكمل كتاب الله تفسيرا، وأنا في هذه الليلة وقبل إجراء هذا الحديث كنت أملي على الكاتب دعاء
تفسير سورة يوسف. أما قضية العامة فأن أرى الإسلام وقد طبقت شريعته، وليس لي غاية أسمى من ذلك ولا أعظم من ذلك،